السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الخير وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسة. صباحكم صباحين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين. قلت سلام عليكم، قلت وما قلت ترى سلام عليكم من يدي وديد، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، وصبحكم الله على كل ما يسركم. صباحكم صباح الأخبار الطيبة، صباح العلم الزين، صباح الوطن الجميل، صباح الشمس الظاهرة اللي تبعث النور والسرور في خاطر كل إنسان، يحفظنا ويحفظ دارنا ويحفظ من سكن فيها ويحفظ حكومتنا ويحفظ كل فاعل خير، يحفظ كل مقيم وكل دكتور وكل مهندس وكل قائد وكل عسكري وكل ضابط وكل ناطور وكل دريول وكل سويبري وكل ساير وكل يا رب العالمين من كل شر وضر، ويحفظ عيالنا وعيالكم وعيال المسلمين أجمعين من كل شر وضر، ويرزقنا من حيث لا نحتسب، يسخر لنا الأرض من عليها ويحفظكم، ويحفظ إن شاء الله حلالكم وبيوتكم ودنياكم، ويطرح البركة في رزقكم وحلالكم وذريكم يا رب العالمين، ويرزق كل إنسان يتمنى البذرة الصالحة، ويطرح البركة في عيالهم الصغار والكبار. علومي طيبة وأصبحت بخير وسهالة، أي الراقد مخر لكناش والله أكثر من ساعتين حيلة، من الساعة 6 تقريبا 5:30 وأنا واعي، عيست ولا تجلب ويلست وصليت وعندك ودونك وتجلبت وشرق وغرب ومني ومنا، بس كرر قال لي بسك أبوي لا دموي أبوي من يطوف سنة 50 يسد لنا 5-6 ساعات فوق حقه، زينة من بعد يوم خدها لسمته راقدتن وحدة. قلت يا ابوك عيل انا منهم، هاي قوم فوق 50 لا حول ولا قوه، واللي لا حول ولا قوه يا الوقت اللي حين يتقنن يتقنن الرقاد ويتقنن واحد رقد هالكثر وبس عاد عليه ويسد ويمزر بطنه الرقاد هالكثر. قلت في خاطري ثاني ترتبوا من جمله التب الاول ما اشبع من الرقاد والاول ما ادري شيء، وحين 5 ساعات 4 ساعات نشيت ابدا انطح الهيدرات شبعان رقاد ومرة ما علي باس. من 48 ساعة وسائل التواصل الاجتماعي تبارك وتهني لخلف الناصر القبيسي منصب لواء ركن طيار، يستاهل بحمدان، يستاهل بحمدان اليار اللي انت رياه يسكن من 2 وهاي الثالثة من 4 سنين ونحن نترياه ياورنا أبو حمدان، والحمد لله بشيركم ينشأ يت الترقيه الفنانة من الشيوخ مرول بهاتش الترقيه ويستاهل هو قدها، وإن شاء الله نبي يسكن وبنت يابر وياهم هالبيت الفنان اللي الله يرزقه إن شاء الله خير ويكافي شره ويطرح له البركة في هالسكنة الغاوي ويبارك لنا فيه وفي صحته وبدنه ويطول بعمار الشيوخ، هم كرام وهو يستاهل ومنها إلى الأكثر، ومنها في زود ومنها في خير وبركة. أنت رجل تستاهل ونحن نستاهل منك هاليره الزينة، نحن نستاهل ويا سعد حظنا فيك في ويرك يا أبو حمدان، والله مليون مرحبا مليون يا سعد حظنا، يا سعد حظنا بهاليره، يا سعد حظنا بهاليره يا أبو حمدان. الله يبارك لك إن شاء الله في ذريك ويحافظك وينفع فيك البلاد والعباد يا رب العالمين. طبيعي بتريا صراحة الحين مني بنرمس بنسولف ويا الأخ الحبيب العزيز محبوب الجماهير صراحة، يحاشرنا يبي يصير دبي، ترى يبي يصير دبي ما أدري شو لاقط في دبي، ترى اللي دبي صلاح مخبل في دبي، ترى اللي صلاح مخبل تبه دبي، دبي يبوي مخبل في الأولي والتالي قبل الشيء وبعدها من اليوم مستوت الدنيا محد شط صح وما رد يصيحة، كل هالعرب لحد كانهم عرب أجانب شرق غرب اللي يشرب من ماهم ما يسلم من حماهم، من سلم من ماهم من شرب من ماهم ما يسلم من حماهم، يغني لهم بالأشواق لازم بيهم، يقولون مصر اللي يشرب من ميتها لازم يرد لها، وإن اللي يشرب ماي النيل يرد لها، دبي أبوي اللي يطيح أبوي ما بالله يرد لها يبي يقيم فيها إقامة عادية وده إقامة أبدية، هبل واه آلاف مؤلفة ليوها دبي ويلسوا فيها يوم على أساس إنه كشته
نشوا عاودة ودي وديتين ونشوا عقب أبويابا وعيالهم وعلمهم وخبرهم وسووا أشغالهم ورزقهم ونصيبهم. ليش؟ بلادنا إماراتنا الحبيبة بلد أمان وبلد تقدير من الضيف، واللي موجود وييها البلاد له الأمر وله السمع والطاعة دامه يمشي على وكل الله ومطيب الخاطر ومرضي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ييسر له الأمر لأنه في بلاد دين، بلاد ثقافة، بلاد تعايش، بلاد تسامح. فلذلك خلقت كلن يربع يبيي، كلن يبيي يعيش في هالدولة الحبيبة. شو السبب؟ تسامح. تسامح مب زاعلني وبرضيك، التسامح والتعايش، التسامح والطيب، التسامح والأمن والأمان، التسامح والمداخلة في اللوادم، كيف تسيح ويا كل الأجناس، تحس منك تشوفها ما تستغرب تقول هذا بلا عمام تهنمون ولا بلا لحي تهنمون ولا بلا ويه هنمون ولا شو بلا مسوي بويه هنمون ولا شو جنس من العرب هذا، شو من الأوادم، شو هنمون لبسه، ما فيها الأمر، ما شيء استغراب. الناس كلها واحد والناس كلها خير وبركة. فلذلك تلقى الشعوب كلها عايشة أي من أقصى شرق الأرض وأقصاها، ويعيشون في إماراتنا الحبيبة. في ناس والله يا أبوكم يوم بيرمسون التحراه ياسي، رمست التحراه رمسة ياسي ولا رمسة إنسان متجذر فيها شيء منهم، عيال جايين من شرق ومغرب، رمسة من رمسة ومنطوقهم من منطوق الياسي اللي ما شيء أخير. أنا منطوق الناس لها رمسة أخير وبركة، لكن بس عادة أنا لي بغاية عادة. يلا برأيكم إيه عثرتي سما يتوحوني. يلا ما الله روح أظهرت الرمسة عادة، لا حول لا قوة. معلوم أبوي يمدح السوق من ربح فيه، الناس كلها رمسة زينة والعرب كلها رمسة فنانة، كان أبو ياسي ولا من شرق ولا من غرب ولا من أي بلادنا، كلها طوايف وعاداتها وتقاليدها وناسها ومن سكن فيها كلهم خير وبركة، من السلع لين الفجيرة ما حد خير عن حد. هتيلك ما في على المعايير عادة عجيب. قال أحبك يا ولدي، أحبك يا نافع، إيش أسوي عادة بعد. السلام عليكم. أوبن هذا أوبن. صباح الخير. صباح النور. وين هذاكي أنت شو اسمك؟ هذا مرسلين. السلام عليكم. وهذا نسيئة. هذا يمين، هذا مرسلين، وهذاك يمين، وهذا صبور. ما شاء الله. وانت؟ هذا حفيز. يلا عاد انت ديك الحمام. يلا 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 ما اقول عك شيء. صباحكم خير ورد ونور وسرور، صباحكم ياسمين وصباحكم فلي. اليوم الحمد لله بشركم ديلكم ابوي مفتدل والكور فنان والامور طيبه مره. امس شويه والله انه الوضع اليوم الحمد لله رب العالمين عاد ما بظهري ابوك هالحاله اختفت علي البارحه في السنتين ثلاث تودي وحدك. الحمد لله رب العالمين امور زينه وطيبه ومن حسن الى احسن، ولا شيء قاصر ولا شيء قاصر مره. اصبح في زراعتي وفي بيتي وفي وقعتي وطالع الليلي واللي علي والدنيا مطرج مرة ما علي باس. وكل إنسان الحمد لله بيصبح الصبح ما بييبس أبوي يتفهر إلا هذا عنده وهذا ما عنده، وأنا شحتني أنا ما يد ولا علم، والناس هاي كلها عندها وهذا بلا إنسان، شيء الفلاني فيه وأنا ما فيه، وهذا فلان ما فيه وأنا فيه. لا، هذا كل إنسان يرضى كتبت الله له، بكتبت الله له اللي الله كاتبنا له، والله كاتب مسير رب العالمين هو اللي مسير وهو اللي مرزق وهو اللي يعطي. فمهما يصير الإنسان في علو، مهما يصير الإنسان في علو، لابد له أنه بيتنكس وبيطيح آخر زمان. مهما صار في زين، مهما صار في غنى، مهما صار في بطرة، مهما كل بي مهما صار في نان وخبال، لابد له أنه بيعقل. ها شوفوا هذا البصل، هذا البصل يقولون سير على طوله ويرد على محصوله،
ينتشس هذا الراس لي فوق يرد لي تحت يصير ها 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 ها. شوف ما زيري غادي يغادي شيء ما شيء شراته. هذا يقول لك البصل يصير على طوله ويرد في حصوله ينتشس بقدرة قادر. هذا وضع البنادم ترى، هذا وضع البنادم سبحانه وتعالى رب العالمين. يعطيك فترة معينة تعيش من الزمن. تحيدوا الأول ما طاحت سميرة توفيق. إيه سميرة توفيق آزمة تتوجف الماشي، ما حد تم في البلاد ما سمى بنت سميرة، وما حد تم أبوي ما تميت شققاً ويوهن حبة خال سميرة. يا سميرة ذهر كمالة العالم، ما يستوي قي إلا يابا وسميرة، ما تستوي ربشة إلا يابا وسميرة، ما يستوي محفل ولا ملشة ولا علم ولا خب إلا يابوش انت يا سميرة. صبح ومساء حق الأيام يا معيت وامطرت كمل الدهر فقيرة سميرة. شو بقولكم أمور خلاف بالرمس ما في حينة. شو اللي خلاني أتذكرها فقيرة؟ شيت فقيرة حين سميرة خلاص طاحت منها أرطول عبر البتري يا زمن الغير. وهذا هاي هذه الحياة هالنمونة ماشية، الحياة هالنمونة ماشية لكل زمان دولة ورجال. تم السمعة الطيبة، تم الشيء الزين. لادمي يعيش الوقت اللي الله كاتب له ويتمتع بكل وقت. ترى كل وقت لجمال ولا أخلاق ولا معاملة ولا سيرة ولا يي. أول ما نحن ما استوينا جيتي بطابوقة، والله يا أبوك أول شيء فكرت فيه خات جيتي بطابوقة هاكلين بيضة بعد زين. وعقب مرسيدس وعقب اتطورنا وعقب الحين لو باتيني جيتي بملايين ما بروم اسوقها لان سني ما يسمح اركب جيتي. لا سني ولا وضعي ولا حجمي ولا تفكيري الاول جيتي. واشوف فما شيء خير عن اخير عن الروز الجيتي الاول اشوف فاخير عن الروز ريز. والحين لو بنعطى بدل ما ركبتك يا الجيتي. شو السبب؟ خلاص السن يحكم. الأول اللبس غير والألوان غير والمديل غير المشي غير بنادم كبره غير. الأول علاقاتك ويا العرب غير، الحين العلاقات سوت غير والرمس غير والسير والي غير، كل شيء يختلف. فلذلك كل زمان دولة ورجال. شو بلاش انت الحين صح كلامي صح ولا لا؟ يلا عاد كويكلي ريوكم الله يحفظكم. اليوم دنقب زين ومحلى محلى اليوم محلى الرقاق لا محلى العادي. هذا محلى العادي ما بالمحلى محلى زايد ولا محلى لا محلى العادي. وهذا الخبز مال شو اسمه مال هدى. هذا نوع روحه ونوع هذا الناتج الجديد. يلا بدي ثانك يو تبارك الله. السلام عليكم محمد. شوف 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 تعليماتك هاي. شو سلام عليكم. صباح الخير. شو أصبحت صلاح؟ تمام جاي مغيض. شو بلاك؟ أمانة هذا أول حدا أول. شو بلاك وياه؟ ما أعرف. لا تسموك ما أنت يا بنت. شو حبيبي؟ ما تريد أنت حلوة؟ حلوة. أنت ما كنت بتحلق له شو صلاح؟ أمانة أول ما أعرف اسمه ولا أعرف. تسبح هو قبلك؟ هو متحلق قبلك؟ إيه لا أول. أنت يعني متحلق قبله صح؟ ها؟ أنت متحلق قبله. تعال ياي تعال ياي تعال مني. ليش صلاح زعلان؟ تكلم الصدق. سبوك انزين انزين وروق بيت بابا خلف انزين الحين بتروح صالون. اي صالون بعد؟ ابو ظبي بس صالون مروكو. ايه. ليش؟ بخلي الخميس انزين. والخميس ضروري كل خميس؟ ايوه خميس. بتعرس انت بتعرس انت. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ ايه ليه؟ عامل خويتك.
خوز انا الحين امت ما البارض ما ادري شو بلاه. صلاح شو بلاك حبيبي؟ شو بلاك؟ شو بيته؟ بيت صلاح كل يوم بيض 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 اليوم. كورن فليكس كورن فليكس اليوم. ايه اي واحد زين. خلي اسوي لك كورن فليكس. زين سوي جول بطن اول. جابوه بابا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله خلاص ما يبغى غير كثر. قبل بدك جرس. خذوه خدامه. شو تريد؟ ممكن يمسك خبر دوس. شو؟ يسوي انت اول. بيسوون؟ لا بيسوي كل يوم كورن فليكس حبيبي. بس خلاص وقف البتري بس خله مين جني جني الحينة انت منو هاي بشكارك كنت ولا بشكارتي انا بطة انت خدام عندي انا ولا عند صلاح انت منو هوز يور اونر انت واي تسوي حق صلاح ها شيخ انت شيخ وين البيزات اعطيته بخشيش هي تاني وتالت تسوي ريولك وما ادري شو وانت يارس الارواح وين ريت اخ عليك يا صلاح الله كريم بتعطيه بخشيش ولا لا عليك عليك واليوم لا شكرا ان شاء الله يا بطل ان شاء الله انت قلت لي الصالون لا بيصير صال مغربي ما بيصال وما شعره شو بيه بيصير يسوي سكراب راوة ها الليفة ما تسكراب روحه اشوف صلاح اشوف هي شو تحرنت لعن حد يسكها ما في النار بارد ما في النار بارد شو بعد هذا قراد فيها اذنيك قراد وحلب صلاح فارة وين في اذنيك يقول لا تسكب يا محسن ياسين يخاوشون اذنيه طرطبلة اذنيه روحه ما يزداد لا شليك انا لقيت جنبه ها صلاح نخلي محسن ولا خلي يسافر جود خلي ييلس براي ييلس لو يخلي يصير مصر صلاح ييلس لو يصير مصر انزين خلاص يباك تيلس زين ما تعطي بخشيش ولا شياته سير الطرف هذاك من الحناية هاي سموه دواركة بحسكرنا بالله عليك مكثر البرد ورينا الضاوية لسنا بر 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 لين الساعة واحدة ونص ها شو عندك لا Thank you Hello السلام عليكم سلوى. انتوا وينكم؟ يقولك وين ما شافت من زمان. انت واجد غيره اليوم. انا جديد؟ ايه انا وايد. مين استري هذا؟ اخت فاطمه. فاطمه. واجد زين. ايه فاطمه ما تجيب لي الا زين. صلاح 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 اسمع دوارك تقول لك خلي ولي محسن يا الله يوم تصيم اختها الله اكبر قولوا لي بلاك ما تتذكر اساميهم هاي البنغالي عندي ما رو ما تذكر اساميهم واحد مرسلين واحد ولا الضالين واحد من الصابرين شو اساميهم ولا الضالين من الصابرين ومرسلين وين برو ما اتذكر لسامي غلجة هي هاي بيصير معازيبهم العلم عند الله شو بيت شو الحل وياهم هناك
تهني ورد ودهني عود يا زيني حبت صاحب اللي دهني ورد ودهني عود. هاي من الأغاني اللي أنا أحبها، ذكرت بها طريت على سليمان القصار، نشي وغناها وقلت بسمعكم إياها. هاي عبر من الأغاني القديمة، دهن ورد ودهن عود يا زين حبك صاحب اللي دهن ورد ودهن عود. نسيت والله الباقي شي، ولها كلمات جميلة مثل نظمة العقود، بيضة الثنايا بين اللي مثل نظمة العقود. الله حمل السامي القديم. أقولكم أبو داود سليمان القصار الله يحفظه ما في الدميم، من سمعني إلا أتوح خيط وخيط في عد القصيد قال ياك العون، واندبها أبوي من الكويت حارة أبدا. هاي يقولك حار بعد حار توا ما برد. ها محمد الغالي حبيبي، هذه القصيدة كاملة وكاتبها سالم المجيبل من هالفنطاس، وأول ما غنوها بصفوف السامري عندنا بالكويت هذا الحكي بداية الثمانينات. والله يطول لي عمرك تقول دهني ورد ودهني عود يا زين حبت صاحب اللي مثل در الصعود بين الشفاية كالعسلي مثل نظم العقود بيض الثنايا بين اللي والجداي الرقود والحاجب هلال يهلي ذاك يوم السعود يوم انحضرته في محلي وعميت عيون الحسود لين مشى ما يستدلي ويوم مز النهود يوم انشربت الكاس ملي وسلامتكم. هذه القصيدة غنيتها طويل العمر أنا سنة 82 أو 81 والله ما ذال من جيب الله يرحمه. دفتر ترى متهالك تعبان كلش نايب من القدم. شوف أنا بس هذه الدفاتر وشوفوا شو متهالكة، وهذه القصيدة رقمها الله يطول لي عمرك وين شوف ذايبة أي بالدفاتر نبوة واحدة هذيك دهني ورد دهني عود 166 وانشد الركب عنهم ترى وأشكال ورناك من هاي كلها قصايد سامري. راح سامري يا أبو محمد راح وهلا وين شوف كلها ذايبة هاي جناط مقعدة الحين ما نستخدم إلا الزفات حق زفية المعاريس يا الدخلة يا الطلعة وكان أحد من هالكبار اشتهى من هالسامري القديم سوي لها لوحدة هذه مسكين يا قلب من براه الهوى من الولاء والحب شاف الغرابين غير ونحسين النور خده ضوى شبه الشاء بالهون مشي الغوى حتى كلامه يوزنه بالمثاجيل واللي عندكم طفل النشا واستوى برضه الكويت اللي يعلفاله السيف. الله يا ابو داود انك مبدع 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 يا الله يحافظك. شكرا شكرا يا ابو داود شكرا شكرا يا الله يحافظك. انت اسطوره وقاموس قاموس تبارك الرحمن ما شاء الله عليك. واقول لكم الحين بحط لكم حساب الفنان الشف اللي محد شراته في الدنيا العوده سليمان القصار، حساب مميز وحساب جميل وحساب ماشي شرات حساب في الدنيا العوده، وان شاء الله اني احب انشر لكم اياه. وفن طرب مطبخ ريال خير ويودي والعرب كلها تحبه. انزين هذا حين محسن تعال يا محسن جيت تعال ما طاح حتى يجلب هذا ترى جلب. أقولكم محسن يدوخ جقارة، أنا متفق وياه يوم كنا في مصر العام، عارفه من 18 سنة ويدوخ جقارة خطر عليها كلها من كثر الدواخة، وقلت له بيجيبك الإمارات ونشيت ويبته وعندي حينه مقيم ودرت جقارة عسبتي يبته من بلاده، قلت له شرط أنك تودر الدواخة صح ولا أنا غلطان؟ صح. ها؟ صح أقول انزين يوم عدى من مدم اسبوعين لو شهر اروح ريحه السيجاره تفوتخ تحرق العين ولان ها غيطت عليه وقلت له بردك بلادك وين جبتك انا خلاص الاول بغيتك عندي في بيتي يوم انك انت ما تدوخ يوم انك الحين رديت تدوخ بردك والحين الله يحفظكم الرجال تعهد قال ما بدوخ. متى ودر الدواخه؟ من امبارح ودر الدواخه. قلنا له مدامك ودرت الدواخه
تراك ابوي بنسوي لك جائزه. شيل جائزه العمر. اي ولدي احمد الله يحفظه بيصير العمره. قلنا لعبه خليه يوديك ويا العمره تعتمر كم من يوم وتي. بس شو قلت عاده؟ هذا ان شاء الله ان شاء الله. شو الشرط؟ بطل الدواخه. تبدل الدواخه. بطلت من امبارح. اي وتوه صار ما ادري وين ختل، زغت انه يدوخ واركض وراه. القط ايش يسوي؟ دواء الحمد لله. الحمد لله في خاطري صدك. يقولوا انا كان عند جوبن فيه وياسين فاه في خشمه كان ما بحط شيء قليون ولا شيات مش مخدرات. السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين وياك يا الخالدي لعوستنا يا اخي. من تاكل شيء ولا تطبخ شيء عفدوا الجماعه هني عندي الا ناكل مثل اكل الخالدي. شو سويت بالعالم يا اخي انت؟ لعوستنا وياك الله يخليك. يوم بتاكل شيء لا تصور خلاص توبه. مارو ميزانيه ما تتشب يا اخوي، ما تتشب الميزانيه. بس شو من سمكه هاي؟ يلا حزر فزر تحبها وايد انت. هاي هذا مسج جانا من الرياض. اولا هذا هو اخوي خالد يلا حيه شو اخبارك؟ معك رياض من الرياض. والنعم يا اخي عجزنا نبي نتزوج واحده اماراتيه ما الله يسر. دبرنا يا خيي بخطابة جيده تعرفها تعاملت معها حرمه صادقه سو خير يا خيي خالد. حاضرين يا هرد هذا حينه هالامارات يربعون يدورون العرسان من العرايس من الرياض وانت بتودر بنات الرياض بتي تاخذ من الامارات انت مخالف بعد. لكن يقولون عنز البدو تدور التيس الغريب والتيس الغريب يدور عنز البدو. يا على الله يحافظك يبارك فيك والله مليون مرحبا ولا يسدن. وطرش الحين بعد مسجك ما سمعته الله العالم عاد انا وحظين كان زي ولا شيء. يا خالد انا عندي رؤيه هذا رجال صاحب رؤيه لازم نصير خليجنا واحد. فش بسوي؟ باخذ بحرينية وباخذ كويتية وباخذ إماراتية وعندي سعودية الحمد لله عادة طايق بعد قل غلط بعد. سمعي يا رعاية السعودية أكيد مدام ريلتي تتابعني انت تتابعيني. سمعي شو قال؟ بياخذ عليتي ويبا واحدة من الإمارات ويبا واحدة من الكويت ويبا واحدة من عمان. هذا حسه ووصلت. وقد احذر من انذر او انذر من اعذر. احذر من واحد منهم صح. بتقولي ما قلت لك اي تراني بويش نشرته. وينو نشرت فيديوك؟ لا تقول ما قلت لك. ها اللي حطيت لكم اياه الحين هذا مركز الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لتحفيظ القرآن. المركز في طريقته مميزة جدا وسهل وبسيطة وبسرعة الحرمة والريال الكبير أو الصغير يقدر يلقط طريقة حفظ الآيات والقرآن الكريم بكل سهولة. طريقة التحفيظ بالفيديو وتلاوة وقراءة القرآن الكريم بكل سلاسة من الأحد لين يوم الأربعاء. حصص خاصة لتعليم قراءة القرآن وطريقة التلاوة الصحيحة ومجان بالمجان من المركز من الأحد لين الأربعاء. من الأحد لين الأربعاء حصص مخصصة للنساء بدال يلستكن إلا على الواتساب ويلسات لا شغل ولا ضمنة. لا والله سير نبي تحفظن القرآن وسير نتعلمن التجويد وتعلمن الترتيل وايد زين ليش لا؟ وشي وراه أجر وراه السمعة الطيبة وراه أبويه خدمة عيالكن بدال يلستكن إلا واتساب وتحشرن أبوي الحرمات كل دقيقة تدخلن في جروب تظهر من جروب وتدخلن في جروب تظهر من جروب وتظهر في جروب. سير تعلمن أبوي التجويد والترتيل وقراءة القرآن. أبرك الكل. وهذا أبوي المركز حطينا لكم عنوانه وفي حب الله بلاش لا يبوا منكم لا حمدا ولا شكورا في حب الله. متعايزة ما في توصلين لين المركز بإمكانك توصلت الخدمات وانت جالسة في بيتك عن طريق السناب بدال ما تطالعيني أنا وتطالعين فلان وعلان شرق
وغرب حطي بوي سناب القرآن هذا وين مال المركز وبتعلمين بطريقة قراءة القرآن وتلاوته وتجويده. وانت يا حسابهم الحين بحط لكم اياه ما بلا سناب، احط لكم سناب وانستغرام، ها كل ابوي شيء زين وينفع ابوي المجتمع البنات الصغار والكبار بدال الرغده شرق وغرب والمعامه في الاماكن اللي ما لها معنه. ابوي هذا وراه اجر ووراه فايده. المركز مرخص ترخيص مكبره عندهم من دائره الشؤون الخيريه الإسلامية شو؟ والعمل الخيري. والعمل الخيري. قايل لكم خبركم، قايل لكم يبي يستوي أكل شيء عنده مميز بصوره بخبركم. هاي خدمة هدى. هدى شو هذا؟ بصوت عالي. شو؟ دجاج محمر. هي. قوق. شو؟ قوق. قوق شو بعد؟ خرشوف. خرشوف. هي. وبطاطا في الفرن والخرشوف فوق دجاج قطع صغير. هذا حينة. مرة ثانية هذا قوق. ودقاق شو؟ لا من أول خلاص من أنت. دياي وخرشف. دياي قولي لي إنزين. خرشف مع شوية دياي قطع وهذه في الفرن. وهذا بطاطا. الصوص شو؟ صوص انزين. هذا ابوي حقهم هم، هذا لهم عيش ابيض. انا هذا ابوي شغلي مسوي لي حمسه لحم مال الهنود. هذا شرات حمسه الكبود لكن على لحم، هذا نثريه ورقم واحد، لا فيها دهن لا همك الله لا عندك لا اليك، وريحته كلها كربته. هذه اداني هنا سلطتي اللي هي عباره عن شبت وبقدونس وبربير فرقه، وكل حد له اسم رجله. تشيز 1 2 3 ثانك يو. ايش رايك يجي انت من مسقط؟ وين يجي من العين؟ انت من العين تشتغل ولا من عمان؟ من عمان. كيف يعني من عمان؟ انا يجي هذا مرزد. هي هو يجي صديق، انا اجي من الهند. ايوه وجايب هذا ابوي جايتنا الحلوه من حلوه ميزون. حلوه ميزون من الاخ الفاضل عايض بمبارك. جايتنا الحلوه دومه هي تدب لنا حلوه، عنده مصنع ما شاء الله عليه ويعلو اصلا ما ينقطع. هذا شو؟ وهي يونيه حب، تراها حب بر. جميع الحلوه جايلنا من عند الأخ العزيز عايض بالمبارك البريكي المدير العام. ما شاء الله عليك يا عايض. لا ومبارك هو عادة عدة أنواع. هاي يسمونها حلاوة العسل الأسود، وهاي حلاوة العسل الأبيض، كذا نوع ونوع. كذي جايلنا هذا يوم عرس ولدي أحمد الله يحفظه، هو يابينا منه. واليوم ها داخلينها على ما تشوفونها. يا ربي يا هي دنيا وهذا كارتم. افتح واحد محسن يا افتح اللزقة. اي بعد الجلبي هذا كارتم حلوة عليها رضوان من الله. هاي انا عشقي وغرامي اللي هي الحلوة البيضاء. هاي عادة عجوبة من عجائب الدنيا، يعني لا صار قبلها حلوة ولا بعدها حلوة. هاللي تشوفونها حلوة، لا صار قبلها ولا صار بعدها، وبيضة ولذيذة يعني بمعنى الكلمة. وهاي عادة اللي بالعسل الأصفر. أيوة عادة هذه أنا أقولكم حدث ولا حرج، من الحلوة اللي فيها من عجائب الدنيا السبع، بالأخص عدامها جديدة. يا سلام سلام. ولو بتكمل شهرين ثلاث ما عولت، وشيء ترى عندهم بعد حلوة دبس أحيد وحلوة ما أدري كذا نوع عندهم، لكن كل نوع أخير عن الثاني. نحن وصدقاننا وربعنا كلهم في أعراس ومناسباتهم
كلهم يطلبون من عندهم حلوة رقم واحد وأسعارهم والمة، ويجعل الله يرزقهم إن شاء الله من أوسع أبوابه، ناس خايفين من الله وشغلهم بذمة وضمير، وعندهم الأشياء هذه اللي مطع يجلب هي الوعيانهم على حسب الطلب، لك 600 نوع ولك 600 تغليف، وشيبوا طاستين وشيبوا أربع وشيبوا طاسة هم هات عروة، مليون نوع ونوع. وهذا عطينا أبويه شو اسمه، هذا شو اسمك أنت؟ ها؟ شو اسمك؟ نعم هي أمان أبويه؟ أمان اسمك أمان؟ وليش متروع؟ رب الله تمام علي أدية ها؟ علي أدية ليه؟ حاسسك إبراهيم إبراهيم أقولك يا سسم يا سأصورك أنا الحين في السناب، الجماعة أبو يحشروني، وين إبراهيم وين إبراهيم أنت وين؟ أنا مداوم حبيبي. إنزين لين متى الدهر كل دوام؟ لا ترى أنا قلت لك عندي نزول الأربعة أيام اللي طافن. إيه سبحان الله. المهم دومت اليوم صبح. إيه إنزين الجماعة أبوي كلن يتخبر عنك وكلن يسلم عليك. فديتهم صلت عليهم ألف عافية، والله يسلمهم من كل شر ومن ياب السلام يا رب. زي أقول لك نحن عندنا دعوة في دبي يوم الأحد، هل أنك بيكون عندك هي الأحد الجاي هذا بنسير؟ أنا بكون عندي شغل الصبح والظهر والمغرب، الصبح في دبي والظهر في دبي والمغرب في الشارجة. أنزين مهرجان الأضواء الشارجة جايت لنا دعوة، شو رايك؟ متى تبغى انا اكون عندك؟ على هواك من حظك، لان انا ماخذ عندي ورشه الصبح هي. واخلص الساعه 1 الظهر وما هي. عندي دوام عاده. وحده متى؟ يوم الاحد؟ ايه يوم الاحد الظهر. بس خلاص انت من تخلص تتوكل سيدتي دبي بتغدى ضربه. ولا يهمك يا ابو محمد. هي بتغدى ضربه، موعد شغل دبي شيء، شغل عندي الساعه 11 وشغل الساعه 1 والمغرب في مهرجان أضواء الشارجة، جاءت لنا دعوة وحاطين اسمك محفدين يبونك بالضبط إلا تيب وخليل. والله ما أدري شو يبونك ييب إبراهيم. يا ربي استوت عندي الغيرة، الغيرة ابتدت عندي. ما تغار من أخوك الصغير حبيبي، أبا عليك يا أبو أخوي الصغير. كم كبرك؟ توكل على الله، توكل على الله. ولا يهمك حبيبي يا ابو محمد. شكرا حبيبي. شكرا يا ابو توفيق. عيوننا لك يا ابو محمد. يا رك الله يا ابراهيم. شكرا شكرا في مال الله. عزيمة مرة علني على الهواء مباشرة. شوفوا سبحان الله. حركة حلوة والله. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ تولت عليكم. ما ظهرت قصدي من ظهرت لين الحين وانا ارمس التليفونات ورمس وهدربان وعندك ودونك وشارك وغرب بالسماعة لتحرون ارمس بيدي، ادري بانه ممنوع، ادري ان الرادار يصور ولا هذه بعد عين الصقر تصور، وادري ان هذا كله ممنوع. الحين استعمل ستاند ابوي والسماعة ولمشي الادم يمشي سيده، وش بتسوي؟ هذا ابوي قوانين البلاد وانت لازم تحترمها، ان كنت ابوي من الدار ولا مقيم ولا زاير ولا سايح، اللي هو اهم ما يكون في الدنيا العوده انك انت تهتم بالقوانين وتمشي عليها دامك جاي عندهم في بلادهم ولا هم موجودين عندنا في بلادنا، مثل ما نحترم نحن قوانينهم هم يحترمون قوانيننا، ونتقيد بقوانينهم مثل ما يتقيدون قوانيننا. انا ابوه هروم أرمس هذا كله نسخ واحد. ما شاء الله علي. أقولكم إن شاء الله من أوصل بعرف أسلم على الشباب وعلى الجماعة وعندك ودونك إن شاء الله. اليوم بعد لكم خروفة، أنا قايل أمس بعد خروفة ما رمت، أول ثباها قلت بعد خروفة ما رمت، ماي واحد تنشد هي البني آدم وتنشغل وتيك التزامات ورمس وقرقعة وصدع وديانة، بتطالع الوادم هاللي يرد يكلمونك، بتطالع العرب اللي يطرشون لك رسائل، بتقرأ رسائلهم، بترمس صدقانك لك عليك، بتاكل بتصلي بتشرب، يخطف الوقت.
لك انا اليوم ان شاء الله يلسه ورمسه وعندك ودونك وتكسير دوب وياكم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين. انا وين؟ انا ابويا شيبه شيبه بن احمد. كيف حالك؟ كيف انت؟ توني شايف ان عندي بمادم كم من شهر. السلام عليكم. هاو ار يو؟ زين. السلام عليكم. محمد كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو عشاء اليوم؟ عشاء سمك وقلاي. ايوه خبار. خبار. يا سلام يا الحين فسكر سمين محمد؟ والله؟ اشوف تسوي فوق تحت؟ ما شاء الله ما شاء الله. زين. وهذا الشعري؟ كلش. اشوف جلبهن جلبهن. يا سلام سلم. زين زين وهذا شو هذا عيش ابيض زين وهذا الخباط قال ها زين شعري يلا شوف يوم بتشوي زقر يقول بابا تعال لا تنسى ان شاء الله وهذا شو محمد هذا سالنا من يلا يا بتودر هذا مقلى الفنان وبتاكل هذا موقر ليش الشكر ما يخصه يا ابوي السكر في كوليستاري كوليستاري شو كوليسترول كوليسترول في زياده كوليسترول ما تشوف شعري يا محمد يلا ثانك يو يوم بتحط سمك على التاوه ميديم ناضي ان شاء الله زقرني ان شاء الله ثانك يو محمد لا تنسى اي رب الله الوغاد اللي في الدنيا كلها فيه شيبة كيف حالك؟ تولهت عليك يا ريال ثانك يو ايش حال والد والجماعة؟ تولهت عليك والله عشان تبى الصدقة برد ابو عبد الله؟ برد؟ يلا ما تحس بالبرد؟ شيبة شيبة البلاد انت اللي في منها باردة؟ ماينس 25 تفو يطلع الشر بالايعاد لا اله الا الله هذا احب انت رجل عشاء يا زين الهدوء ايه هذا ما احب الهدوء احب القرقعه اقول لكم انت رجل عشاء اليو عليه في الدنيا كله موجود الحين مسوي ابوي قوريه شوفوا محمد مسوي شاي زنجبيل باكر تولم ترى السناره عندك نزيش علي السنانين حق الجيجي نزيش علي ماشي مشكله يلا بالرز يلا بالصيد يلا يلا بالودام الفنان نزيش علي ماشي مشكله بنصير في الطرا اللي في الطرا دي اللي دي ابو محمد ان شاء الله بالخالدي زين زين هذا ابوي ابوي جاي لنا طراد هديه 27 محمد 27 اوشن ويف اوشن ويف ويف اوشن ويف اسم الطراد اوشن ويف وحاط وماكينه ب 300 ومقاسه 27 وباكر بنجربه وانوش يغني يا ليل يعلمن يا من يعلمن اندبه عمره عد رمل ليوه وغياثي نعم وعد ابوي نخل العين ونخل ابوي الحسن ظاهر مغزر مال ويايلنا هديه على غفله وشارطين عليه شرط انك يا ابو محمد ما تطري اسمه والله انه بملكيته وين ملكيته خلوا يبوا الملكيته خيلك بتخقق بها ملكيته هناك مكتوب عليها الخالدي يا ابني الاسم ما زين اسميه على على ماكينه الطراد لكن لازم يكتب على القرفه الخالدي ما اعرف انا عاد الحين بنطلع لنا مطبعه تسويه ليش مطبعه؟ عائلة الفايز لقطوله انتم مطبعة الفايز لقطوله الشيبة بسويه بتكتب ابو احمد يعل عمرك طويل طال عمرك احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله بنحط الخالدي زين اللون عتبه اللي هو بربل بنفسجي بعد ها شو عيال وينو؟ مامو اي مامو يا رجال اي مامو عرف الله تسميع عند زود عرف والله فسكر نمبر واحد ها محمد نمبر واحد فسكر شو دخل فكرت في شحن مكتروش شحن والله ايه
يرطن 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 ترطن الفسكرة. حافظ عليك انت ناخذ، حافظ عليك حافظ عليك ابو بياها. ايوه 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 محمد خباط له كان عدل سنات سنات ما شاء الله ما شاء الله. يا حافظ يا حبيب على تنعد ما شاء الله ما شاء الله. ها صيد الاسبوع اللي خطف، صيد الاسبوع اللي خطف هذا النمونه ما شاء الله. اي شيء بتخدمه، اي شيء بيخدم، كان في بناي ولا في زراعه ولا في ولا في تفصيل ولا في اكل ولا شرب ولا طبخ، اي شيء مال هوي هوي يغدي ما يتشاهد. لازم شوي شوي الخدمه. والمقلى من تحمد دهنه خفوا على الضوء، خفوا على الضوء خلوه ينضى على دوبه، اذا تحرجه يتشلوط من خاري وتحت وين العظم يقدي العظم خرسان، فالنضوي من خاري ومن داخل السمكة تغدي نية، في غدي الأكل مسهج وريحة زفرة. حسب شي عيالكم يقولوا والله نحن بوي وماي نحن بوي ما نداني السمك، أكيد فقارة ما بيدانون السمك يوم ريحة تحرق العين، ريحة تحرق العين وين وين بيدانون؟ أكيد ما بيدانون فقارة. لا ما الله من يلومهم، لا ما الله من يلومهم، لا ما الله من يلومهم. تو تعال ياي، شو عشاكم اليوم؟ انت شو مسوي انت؟ انا في سبزي. انت مسوي سبزي؟ اي بس يمسم الدور الدور بي اقله. هي باميه جيب لي شويون زين؟ شكرا. وانتو حق الارباب شو مسوي له؟ كبس في اي مسوي. هي زين ثانك يو ثانك يو ثانك يو. يقول لك العشاء اللي عليه رضوان من الله يطرون لك هذا العشاء بالاخص عاده. ايوه هاي الغاليه والله مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا بالبركه. لو ما يهون علي حتى اكلك من زينك، ما ودك تاكلها يا ابوك من زينها، ما ودك تاكلها. يا سلام سلام طعم مرزوقه مجبوس ديار. ها شو تلف قله، شو المقله، شو الكنعد. يا رب البيت والحرم حار مدخل. هي حق بكره ان شاء الله ان شاء الله. اي سد انحصرت تبوي الفسكره خلاص. ليحش الشرع الكل ياكل تبن. نعم نعم. ها وهذا ابوي راس كان عنده حق العيش والله يكبستون. اي يقول العيش مفرفخ كان فراخ. يا سلام سلم فيها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبارك لا وانت مغمض ابو محمد. ها انت مغمض يا ربي. حق ما تلحق حق ما تلحق الحق ما تلحق حق على الزيت. وي الحق ايوه. ها ها شوف الحبل شوف الحبل شوف الحبل شوف الحبل. هذا ابوي. ها هذا الحبل. هذا ابوي عاده الواحد ياكل هاي يدور لدار يدور لدار يدور لدار. انا ابو خيبي الحبل صبر جميل بالله المستعان. اسميه حبل اسميه حبل يا ربي. وين في يتعي عاده هنا وين بيجيب الصبر وين بيجيب الصبر يا الحبل وين بيجيب الصبر. حضر شو يا رجال ها حتى ما تروم ترمس شحم متخالط البلح بالحبل بالشحمة متيامع كله ضربة. يا ربكم لازم العظم يروح حاف من زود لنضوي. ها شوف العظم روح ينقش وأبيض يغدي العظم ما ييك خرسان يزح من المياه اللي فيه. لا ها هي روحه والبلح يغدي حاف. ها روحه البلح يغدي حاف لأن تنضب السمكة على دوبها ما تتشلوط. ها عايض شوف أبويا شوف حلوة مزود طع. وين وصلت أبوي حلواكم؟ وصلت أبوي وين شوي هات. لا إله إلا الله. مصبح أبوي في عمان الصبح في عمان وممسي أبوي مساها في شويهات. السلام اسمي حلوة حلوة عليها رضوان من الله
باول الريج شيء حط لكم السوداء بعده. هي لا لا منتين من هاي ومن هاي. هي شو التحر انت؟ يا سلام يا سلام. هو 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 دواء تحط له نوع نمونتين هذا صحو شامي عندك كبار. تسلم تسلم ابو محمد. اسبوعين قاعد والله نسيت اسم هذا الرجال. مطر 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 المندوس. نعم الدوس مطر المندوس. نعم من من اي اماره؟ من عيمان. طول بعمرك. من عيمان ما شاء الله. مرحبا بهالعيمان. والله مرحبا بك يا مطر. يا مرحبا يا مرحبا سهلا. الطم انت من هالحلوه صراحه من الاخر. يا سلام يا سلام. الطم انت بيض الله ويك يا ابو محمد. قرب الله تويهك انت بيض الله تويه لو انا خاد منها انا اللي جاي منها. قرب الله تك يهد الخ وين بيض الله تويك يا الله يعني ترى